لنا أن نستضيف عبر الهاتف الشيخ يوسف سيف الطويل من قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية وهذا الحوار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالخير وعماد والأخوة المستمعين والمستمعات في إذاعة القرآن الكريم. أسعد الله صباحك شيخ يوسف ومرحبا بك. يا مرحبا وصباحكم بكل خير إن شاء الله. آمين يا ربي، جزاك الله خير. شيخ يوسف، بداية يعني بودنا نتحدث عن أبرز افتتاحات جمعية الرحمة العالمية خلال الفترة السابقة في جمهورية غانا في أفريقيا. نعم، بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم. ثم ما بعد، يطيب لي في هذا الصباح المبارك وفي بداية هذا الحديث الطيب أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجميع العاملين في هذا البرنامج، برنامج مسيرة الخير، هذا البرنامج المميز المتجدد اللي صراحة في كل صباح نستمع إلى برامج وأنشطة وعطاءات وإنجازات للجان الخيرية العاملة في دولة الكويت، وهذا البرنامج يعني يجعلنا في مزيد من الحماس ومزيد من العطاء ومزيد من التنافس في الخير والبر والإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما تقومون فيه في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات جميع العاملين في هذا المجال، هو مجال الخيري والإنساني في بلدنا الحبيبة الكويت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع. آمين رب العالمين. إحنا أخوانكم في جمعية الرحمة العالمية لله الحمد نعمل في 42 دولة حول العالم، ما شاء الله، ونسعى إلى التميز وأن تكون جمعية الرحمة العالمية هي الجمعية الخيرية الرائدة الأولى في العالم العربي والإسلامي. ومن حيث تنوع المشاريع وجودة المشاريع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وجميع من يسعى إلى الخير لمراده. احنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن دول أفريقيا، وبالأخص الآن نتكلم كما تفضلت في دولة غانا. احنا لله الحمد عندنا مشاريع متميزة جدا في غانا. على رأس هذه المشاريع عندنا 4 مجمعات تنموية متكاملة. لما نتكلم عن مجمع تنموي متكامل، نبدأ من المدارس. هناك عندنا في هذه المجمعات روضة وابتدائي ومتوسط وثانوي، وأيضا معهد حرفي، وكذلك مشغل الخياطة ومستوصف ومهاجع الأيتام. فمشاريع متنوعة، فهذه المشاريع المتنوعة تنبثق منها مشاريع أخرى، وهي ما يعني سوف نتحدث عنها الآن بإذن الله تبارك وتعالى، هي المشاريع التي تم افتتاحها في الفترات الأخيرة. تم لله الحمد افتتاح 15 مسجد ومركز إسلامي متنوعة ومنتشرة في غانا، وكذلك الحمد افتتحنا 28 بر من تبرعات أهل الخير والبر والإحسان في دولة الكويت. إذا انتقلت إلى الجانب التعليمي، إحنا كما تفضلت عندنا إحنا 4 مجمعات كبيرة ومدارس عديدة، فاستغلينا فترة الصيف في الانتهاء، الحمد لله تم الانتهاء من 16 دورة تدريبية للمعلمين والمعلمات في مجمعاتنا ومدارسنا. استفاد من هذه الدورات 226 معلم ومعلمة. كما تم أيضا لله الحمد عقد دورة تدريبية للدعاة والأئمة، استفاد منها 30 داعية وإمام ينتشرون في المساجد التي تبرع بها المتبرعين والمحسنين من دولة الكويت في الرحمة العالمية، فينتشرون الدعاة على علم وعلى بصيرة وعلى انطلاقة جديدة وروح بإذن الله تبارك وتعالى في نشر ديننا الإسلامي الحنيف. كما لله الحمد الآن جاري العمل بتنفيذ وافتتاح مدرسة ابتدائية ومهجع الأيتام في إحدى القرى النموذجية اللي بنتها جمعية الرحمة العالمية، وهي قرية الوفاء والإخلاص. والآن يعني أيضا لله الحمد جاري يعني العمل على المبنى الخدمي ومشغل الخياطة، وكذلك وحدة الطوارئ والعيون في المستوصف عندنا
في المجمع التنموي وهو مجمع أخرى التابع لجمعية الرحمة العالمية. هذا على عجالة وبخلاصة لمشاريعنا اللي تمت خلال الفترة الأخيرة وهي بتبرع سليم المحسنين والمحسنات في جمعية الرحمة العالمية. جميل، ما زلنا نتحدث عن القارة الأفريقية التي يصفها البعض بالقارة الخضراء ويصفها البعض بالقارة السمراء، وكلاهما وصف جميل. طيب شيخ يوسف سيف الطويل، يعني جمعية الرحمة العالمية تنشط أيضا في جيبوتي كما علمنا، ما هي آخر الإنجازات وآخر الأنشطة التي قامت بها الرحمة العالمية في جيبوتي؟ نعم، جيبوتي لله الحمد يعني الآن تم بناء قرية الهدى وهي تضم 50 بيت ويستفيد منها 50 أسرة. وبالمناسبة احنا قبل شهر وشوي تقريبا كنا في جيبوتي وطلعنا على سير أعمال المكتب وعلى مشاريع الرحمة المنتشرة في جيبوتي، فزرنا من ضمن هذه المشاريع زرنا القرى النموذجية المنتشرة. الحمد لله عندنا 6 قرى في جيبوتي، ورأينا أثر هذا المشروع على يعني تغير حياة الناس. أنت لما بمساهمتك وبالمبلغ اللي تدفعه تغير حياة الناس، بحيث أنه يكون هو بدل ما يكون مشرد ويكون في بيت من الحصير والقش ومجموعة من القماش، أنت تجعله في بيت في قرية نموذجية يكون فيها مسجد، يكون فيها مستوصف، يكون فيها مدرسة يتعلم أبناءه، يصلي الصلوات الخمس في المساجد. لها الأثر الكبير في الاستقرار النفسي و الأثر الكبير في تغير حياة الناس. فلله الحمد احنا زرنا هذه القرية وكانت يعني في نهاياتها، فلله الحمد شفنا أثر مثل هذه المشاريع النموذجية التي من خلالها تغير حياة الناس ويدعون المتبرعين والمتبرعات طوال حياتهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي جميع القائمين وأن يجزي جميع المتبرعين الأجر المثوبة. آمين، جزاكم الله خير. تم لله الحمد توزيع 500 طبق غذائي، استفاد منها 3500 فرد من المحتاجين. كذلك أيضا تم توزيع 35 ماكينة خياطة للأرامل والمعيلات، وهذا من باب يعني كسب الحلال يغنيهم عن السؤال. فمن خلال هذا المشروع يعني تتكلم 40 دينار تغني امرأة معيلة لأسرة عن السؤال، فيكون هذا مصدر وباب رزق لها ولأسرتها. كذلك لله الحمد قامت رحمة العالمية بافتتاح 5 آبار يستفيد منها أكثر من 500 أسرة محتاجة، وكذلك البدء في بناء مساجد ومراكز تحفيظ القرآن. أيضا عندنا في الجانب الصحي، وما نقص الجانب الصحي وما له أثر كبير في الاستقرار النفسي والحياة الكريمة، تم لله الحمد إجراء 100 عملية عيون في مستشفى الرحمة، وهو تبرع كريم من المحسنين في دولة الكويت، وكذلك عمل 10 عمليات قسطرة قلبية و50 عملية سوز. هذه من تبرعات المحسنين يقوم مستشفى الرحمة في جيبوتي في عمل هذه العمليات، وتكون مجانية أو مدفوعة الأجر للمحتاجين والمرضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المحسنين وأن يجعل هذه التبرعات والمشروعات في ميزان حسنات بإذن الله تبارك وتعالى. الشيخ يوسف سيف الطويل من قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية، كل ما نستطيع قوله نقول جزاكم الله خير ونفع الله بكم وأكثر من أمثالكم.